نحن رح نطلع باتصال لأنه بحكم الوقت بيناتنا، الأستاذ فيليب زيادي رجل الأعمال الأمريكي اللبناني، لأنه كان لازم يكون معنا بالتليتون منه قادر، إنما دايما قادر، إنما دايما من الداعمين الأوائل. بدي أخذ منك كم هيك انطباع. أول شيء مساء الخير لك أستاذ فيليب. بونسوار. بونسوار 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 إليك وبونسوار للمشاهدين وللأشخاص معك بالاستوديو. يا أهلا فيك أستاذ فيليب. أنا بستغنم فرصة هلأ بداية إطلاقنا للتليتون لأنه حضرتك ولا سنة تركتنا، يوم ما لح تقدر تكون، بس بعرف قلبك معنا وأيديك البيضة معنا. قديه مهم اللبنانيين الاغتراب اليوم يوقفوا حد ولاد بلادهم وهن بأمس الحاجة خصوصا بصحتهم؟ شو أول شيء، أنا ما بعتبر إنه أولاد بلادنا، أنا بعتبرهم إخوتنا. نحن منهم، ما نحن تهجرنا من وراء ذات الأسباب. ترجع 20-30 سنة لورا هي ذات الأسباب بتعيد حالها. بس أنا بالنسبة إلي مثل ما الكل بيعرف والكل بيقول إنه اغتراب لبنان هو ثروته الحقيقية وثروته الوحيدة. أنا برأيي اليوم يعني لبنان شو بينتج غير نحن، غير أنا وأنت والأشخاص اللي عندي. نحن اللي بينتجنا لبنان، هذا المنتج الوحيد يلي عبر السنين اثبت انه هو هيدا على طول خلاص لبنان، يعني الكل بيرجع على ثروه الاغتراب تبعه. حتى نعم. لبنان بتطلع اليوم وزاره فعاله ما عم بيقدر ينتج، ما رح مش حفت لك لا بالاقتصاد ولا بالسيارات، ما بينتج شيء. وهي هل السبب الاساسي اللي عم نقطع فيه، وزاره فعاله ما عم بيقدر ينتج. نعم. نحن ثروه لبنان، ونحن اليوم لبنان يعني بحاجه لنا. والاكبر المشكله الكبيره كمان انه هي الاغتراب لبنان هو يلي كمان اكل كف كثير كبير، يعني اللي عم بيقطع عم تقطع لبنان، ما نحن شق كبير منه اجى علينا. يعني كل هالسنين وكل العالم اللي استثمرت بلبنان او حطت مصرياتها بلبنان شو صار فيها اليوم؟ يعني اليوم ثروه لبنان وخلاصه الوحيد هو شق من اللي اكلوا كف بلبنان كبير. يعني صار حتى اصعب تقدر تجندي هالاغتراب اليوم لانه بعده تحت تاثير الضربه يلي اكلها، بس بنفس الوقت هو الخلاص الوحيد. فهيدا اللي بيصعب الامور على الاغتراب. بس اكيد انا بقول لك الاغتراب بتشوفي هون التعاطف مع لبنان، ومش بس التعاطف، يعني الكل واعي على اهميتنا نحن كمغتربين نقدر نساعد اهلنا بلبنان. انا بتصدق بدي اقول لك شغله، انه اول شيء انا بشد على ايدك واكيد باكد على كل كلمه، وبقول لك انه ولا مره دقيت باب مغترب لبناني الا ما ساعدني، وحضرتك من اوائلهم. ثاني شغله